مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه بعد الفاصل. منذ ايام انطلقت فعاليات المعرض الدولي للصناعات اليدويه اللي بتنظمه غرفه الحرف اليدويه باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للحرف اليدويه. يشارك في المعرض 200 عارض في قطاعات مختلفه للحرف اليدويه. حول معرض من المعارض المشاركه في المعرض وهي مشروع دريم كاتشرز. دريم كاتشرز ده مش اسم الحاجه اللي بتتعمل، احنا كلنا عارفين الدريم كاتشرز، لا ده اسم البروجكت نفسه اسمه دريم كاتشرز. وكمان ضيفتنا غير في المعرض عرضت العديد من الاكسسوارات الخاصه بديكور المنزل، استخدمت العديد من الخامات اللي بتدخلها في شغلها. النهارده هيكون ضيفتنا استاذه ساره شاكر مؤسسه مشروع دريم كاتشرز. صباح الخير يا ساره. صباح النور. وكمان ضيفتنا استاذه ايمان الحريري برضو مؤسسه مشروع دريم كاتشرز. صباح الخير يا استاذه ايمان، منورانا. اهلا وسهلا بيكم. حضرتك مامة ساره؟ تمام. مظبوط، ام وبنتها في مشروع واحد. كلموني بقى عن المشروع ده ازاي. مامي بنسمع كلام مامي بقى في المشروع ولا مش دايما؟ بس كلامها بيتقدر. ومامي مش بس سمع فوقات. ايوه ما انا قلت مش دايما يعني. انا قصدي يعني مامي مش بس شريكتي في المشروع، هي كمان بتساندني في كل جوانب المشروع وفي حياتي عامه، و بتساعدني في الافكار وبتساعدني في حل مشاكل بواجهها في المشروع وفي كل حاجه. طب مين صاحب الفكره، انت ولا مامي؟ لا ساره طبعا. لا أنا. ساره هي طول عمرها الحقيقه من وهي صغيره كانت حابه قوي اي ارت تعمله في حياتها. وكانت كل حاجه بتشوفها في البيت احنا مش محتاجينها في حاجه كانت لازم تطلع لها استخدام، تعمل ريسايكلينج لاي حاجه، تعمل ريسايكلينج لكل حاجه في البيت احنا مش محتاجينها. فيعني يا اما في وقتها بتلاقي فكره وبتعملها يا اما تتشال عشان هيبقى ليها فكره بعدين. طب كويس قوي. فهي طورت بقى ده دلوقتي لحد يعني ما الفكره موجوده من زمان. من زمان جدا جدا يعني. طيب اسم البروجكت دريم كاتشرز، دريم كاتشر اللي احنا عارفينها اللي احنا بنعلقها وعلشان عشان الاحلام. بالظبط. طيب ده كان اساس المشروع دريم كاتشر ولا الاسم ليه معنى مختلف؟ لا هو الاسم كان ده معنى مجازي يعني. هو الدريم كاتشرز الشكل اللي احنا عارفينه دي شكلا انا بحبها، انما من الناحيه المجازيه هو ده يعني دريم عشان ده حلمي دي كنت حققيه. وبالظبط. طيب ده كان حلمك وعشان كده سميتي البروجكت دريم كاتشر. بالظبط. طيب راي حضرتك ايه يا استاذه ايمان في اقامه المعارض ودعم الصناعات اليدويه عموما في مصر؟ يعني اكيد المعرض فات حضرتك فات ساره كتير جدا. فكلمينا عن التجربه دي. هي فكره هائله جدا. هو المعرض ده كان اول مره يتعمل السنه اللي فاتت، كان اول معرض لصناعات الحرف اليدويه وكان مدعوم من غرفه الصناعات الحرف اليدويه ووكاله الاهرام للاعلان وطبعا ارض المعارض وكده، وكان يعني لقى نجاح باهر الحقيقه السنه اللي فاتت، وكنا كلنا كعارضين او كفيزيتورز مبهورين جدا بالاداء وبالتنظيم وبالافكار اصلا بتاعت كل العارضين الحقيقه. يعني كل واحد كان تالنتد وما كانش عارف يعني يظهر موهبته ازاي. فكان ده فرصه كويسه جدا جدا ان هم يظهروا مواهبهم يعني دي المعرض. تاني سنه وتشاركوا في المعرض. بالظبط. طب حسيتوا ايه الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي؟ ايه الجديد اللي قدمتوه او ايه الجديد اللي في المعرض؟ لا طبعا طورنا كتير قوي في المنتجات وكده، وطبعا بافكار ساره تقدر تتكلم عن افكارها اللي هي يعني الحاجات الجديده اللي يعني طبعا بيبقى مفيد جدا. اول مره بيبقى لسه حاجه بنواجهها لاول مره، بعد كده خلاص احنا عارفين داخلين على ايه، فبتبقى الموضوع سيتلد اكتر. عندك فكره اكتر ايه اللي الناس هتعجب بيه، ايه المناسب ايه اللي هيتقبله الناس، فبتبتدي تطور المنتجات حسب. والظريف في المعرض السنه دي كمان الاضافه اللي عملوها ان هم حددوا اول يومين من اقامه المعرض بس يعني الاوت بايرز اللي هم جايين من بلاد تانية وعايزين يعملوا بيزنس هنا او يعني يتعاملوا مع الحرفيين المصريين. بالظبط. فده كانت فرصه كويسه قوي. ده بيدي دعم كمان لاصحاب المشروعات اللي هم ممكن هو يصدروا او بيوسع لهم الماركتس ويفتح الاوبورتيونيتيز قدامهم ان هم يبقى عندهم فرص اكتر ويعني مشجعين اكتر. طيب قبل ما نشوف الصور بتاعت اعمالك ساره عايزين نتكلم معاكي ونشوف انت بتستعملي الخامات بتاعتك، الخامات اللي بتحبي تستعمليها في شغلك هي ايه، وافكار التصميمات يعني الفكره بتاعت التصميم بتجيلك ازاي؟ يعني انا عارفه اي فنان يعني بيبقى عايز ايحاء وحي صح؟ ايه اللي بيوحي لك بفكره التصميم؟ يعني هو انا بستخدم الخشب من اكتر الحاجات اللي بستخدمها، فدايما كل قطعه بيبقى ليها زي روح. ممكن نتكلم واحنا بنشوف الصور كمان لان هي جاهزه معايا. اوكي. يعني مثلا ده كرسي استخدمتي ايه الخامات اللي فيه؟ ده اصلا كاوتش عربيه.
تمام. طبعا معمول له حديد و يعني كاوتش ممكن يبقى مرمي في الشارع بالظبط، هو في الجراج انت مش محتاجه احنا العيله كلها بنغير كاوتش لازم نجيب لنا القديم يعني بالظبط كده. طيب وده ايه؟ وده برضو خشب كان يعني يوزد قبل كده في حاجه كانت اكسترا قطع اضافه زياده وجمعتها في زي سنتر بيس للترابيزه وحطيت لها اوكر رستيك شويه وغيرتي من بالزبط. الديزاين خالص. طب ايه اللي بيخليكي تفكري ان الحاجه دي ممكن تبقى ده؟ يعني الفكره بتجيلك ازاي؟ اول ما بتشوفي مثلا الحاجه قدامك بتقولي بتجيلك الفكره على طول ولا بتشيليها وتقولي مثلا لا انا ممكن الاقي لها فكره؟ في حاجات بتبقى بتيجي اول ما بشوفها هي بتديني فكره، وفي حاجات ممكن ابقى عارفه انها هتديني فكره بعد شويه بس لسه انا مش زي ما اكون مش جاهزه اسمعها من عايزه تستني شويه تطوري فيها شويه لسه، بس هي هيبقى في منها حاجه كويسه يعني. طيب كويس قوي. وانت بتحبي الخشب يعني واضح ان معظم شغلك فيه خشب. انا معظم فعلا قوي طبيعه نظري. طيب وده ايه؟ ده مانيكان. دي مانيكان معموله اباجوره كانت مطلوب، يعني كان حد كان طالب ديكور للاتيليه بتاعه فتعملت كاستم ميد للشخص ده. حلو قوي عشان تتناسب مع المكان. انت اللي بتعملي كمان الفرفورجي ولا حد متخصص؟ لا طبعا حد متخصص. لا محتاج قوه شويه. احب اتعلمه بس لسه صعب شويه. لو عارفه بتعمل ازاي هتعمله يعني. هي عندها في البيت، هي لسه طبعا بنشتغل من البيت من البلكونه يعني او من الجنينه. فالتولز كلها عندها يعني، هي عندها منشار كهرباء، عندها شنيور، عندها يعني هي مش بتخاف من الحاجات دي، لا بالعكس بتحب تستعملها. ف يعني ممكن السنه الجايه لما نيجي معاك ان شاء الله تكون نعمت في فوزي. طب ممكن. طيب ودي اباجوره، وكان في قبلها اباجوره كمان كانت كتب. حلوه دي جدا. دي كتب حقيقيه كانت، وكانت برضو في محل بتاع حاجات قديمه وعجبني شكلها ف تمام فعملتيها. وكان في اباجوره برضو كانت ستون. دي برضو ستون برضو كنت مسافره ولقيتها وانا مسافره، وبعدين فجاه بقت اباجوره. والكراسي بتاعت القهوه شفتها دي موجوده قديمه مركونه هي والترابيزه، وساره فكرت في الفكره دي استعملت بواقي كوريشيه كان اوريدي برضو موجود مع الالوان بقى والاضافات اللي هي عملتها، فطلعت بشكل جميل جدا في الاخر ومبهج يعني. حلو قوي للجنينه او البلكونه او حتى الليفينج هوم وكده. معظم الحاجات اللي بتشتغلي بيها بتكون عندك او قديمه عندك في البيت، ولا بتلفي بقى بتدوري في المحلات بتاعت الانتيكس والبابيكيا وفي الشارع بتعملي بدور إيه؟ في كل، مش بدور، هو انا ببقى ماشيه في بالظبط بالصدفه اشوف حاجه تعجبني او تديني فكره. ف بتعملي ايه طبعا عشان تاخديها يعني من الشخص ده؟ اكيد الحاجه دي بتبقى بتاعت حد، بتدخلي عليه ازاي بتقولي له انا عايزه الحاجه دي؟ انا مره وقفت حد في الشارع كان ماشي بشنطه، كل واحد ياخد باله بقى من حاجاته. أيوة. لا 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 بستأذن وبتكلم بس مش كان واحد ماشي بشنطه قديمه في الشارع وفجاه وقفته وسالته اذا كانت هي للبيع وكده، وخدتها منه. وخدتي منه الشنطه؟ طلع فعلا كان بيبيعها؟ كان بيبيعها واشتريتها منه. وعملتي ايه بالشنطه؟ انا ما شفتش الصوره بتاعتها. الشنطه دي حولتها لباف لشخصين او ممكن اوبشن تاني تتقفل تبقى زي سايد تيبل في الليفينج روم تتحط حسب الفكره وتتطور. بالظبط. تتطور ازاي؟ طيب قولي لي من اول ما يعني بتقعدي مع نفسك بتعملي التصميم بياخد منك وقت قد ايه عشان بقى يطلع للنور وتطلعي وتبهري بقى اسرتك الاول طبعا بالديزاين؟ لا يعني هو التصميم بيبقى يعني انا ببقى شايفاه في خيالي بس ساعه التنفيذ بقى في حاجات بتختلف. طبعا اوقات ممكن تصحي الصبح تكلمي الو مامي انا عملت كذا كذا امبارح ما نمتش غير لما عملت، فيعني ممكن قوي لو جت على بالها فكره بتنفذها تفضل سهرانه لحد ما تخلصها يعني لو حاجه صغيره. فبتبقى يعني حسب الاوبجكت نفسه اللي بتعمله حسب الوقت، بس ممكن تصحى الصبح بفكره جديده يعني. طب هل في ممكن حد يطلب منك حاجه معينه هو محتاجها او هو عايزها وانت تفكري فيها وتعمليها له؟ طبعا كذا حد فعلا يعني احنا بنعمل دايما بنقول للناس ان احنا بن كاستمايز الافكار اللي هم عايزين ينفذوها.
ازاي بتعملي دمج ما بين عناصر ممكن ما تبقاش تخطر على بال حد ان هي ممكن تبقى مع بعض؟ يعني زي مثلا ستون مثلا حد مش محتاجها ورميها، قطعه خشب في الشارع اتقطعت من شجره ممكن ما حدش يبص لها يعني يلاقيها ايه دي مش حلوه، احنا ممكن احنا عايزين نتخلص منها نرمي. بس انت بتبقي شايفه فيها حاجه ان انت ممكن تبدعي فيها او حاجه جميله تانية ما حدش قادر يشوفها. ازاي بتعملي دمج كمان بين الحاجه اللي احنا مش عايزينها دي مش محتاجينها وبين خامات تانية؟ يعني انت بتدخلي فيها كهرباء، بتدخلي فيها اضاءه، بتدخلي فيها لو خشب بتدخلي معاه كروشيه، بتدخلي معاه ازاز، بتعملي الابتكارات والحاجات الكتير المتداخله دي ازاي؟ هي دي بتعتمد على انا ببقى شايفه الحاجه عايزاها تبقى ايه في الاخر. فبشوف الخامات الانسب لتحقيق الهدف النهائي وبوفقهم مع بعض بحيث ان هم يساعدوا بعض مش يبقوا مختلفين. طيب مامي بتساعدك بقى ازاي في الشغل؟ بتشتغل معاكي يعني بتعمل حاجات معاكي؟ طيب بقت هو انا ما كنتش الاول كده خالص، ما كانتش بتحب ابدا الحاجات، انا اجهد نفسي في حاجات كده وعايزه شغل جامد وكده وقوي، بس شويه شويه بقيت بحبه يعني كده. طب ايه من الاعمال اللي شفناها حضرتك عملتيها؟ في الترابيزات اللي هي معموله التايرز دي اللي هي معموله بالحبال، ده انا اللي بعمله على الكاوتش بالظبط، واي دهانات بقى ممكن بشارك فيها او كده، او الاعمال اللي هي التجهيزيه لل يعني. مامي ابتدت بحد ما براس مال الاول طبعا، بدات المشروع لا هو براس مال وبتشجيع اول حاجه. التشجيع كان اول حاجه التشجيع الحقيقه، وبعدين شويه شويه حبيت اللي هي بتعمله فدخلت معاها فيه بقى براس مال وبعدين بالمجهود كمان. طب حضرتك ما كنتش بتحبي الاعمال اليدويه لما حضرتك دخلتي ولقيتي انك بتعملي انتاج وكمان بيطلع حاجه حلوه جدا جدا جدا، وخصوصا لما بنشوف بقى الابريشيشن بتاع الناس في المعارض وكده بيبقى يعني ماي بيبي يعني. طب لما حد بياخد البيبي بتاعك منك بتحسي زعلانة ومبسوطة في نفس الوقت؟ بتحاولي تعملي واحد تاني مثلا زيه عشان تعوضي ان حاجة لو حاجة بتتكرر؟ بحاول لو حاجة سهلة تتكرر، بس في حاجات فعلا بتبقى يعني يونيك بيسز مش صعبة تتكرر. صح، زي الشنطه مثلا ممكن ما تلاقيش شنطه تاني زيها. انا بحاول وزي الاشجار فيه بيبقى برانشز معينه او لوجز معينه بيبقى صعب قوي ليها شكل كده وكاركتر صعب تتكرر يعني. بالظبط كده. طب احنا معانا صور تانية ممكن نشوفها ونتكلم عليها، وعايزه اعرف طريقه معالجه الشجر بقى، بتعالجي الشجر ازاي علشان نقدر نستعمله؟ دي الشنطه اتعملت بين باج سلاش كوفي تيبل يعني، كان ليها استخدامين اكيد كلنا شفناها عند جداتنا زمان. هو الحقيقه دايما بتبقى مركونه مهمله ممكن حد يرميها. هو لطيف ان في المعارض بقى لما كنا عارضين الشنطه دي هي اوريدي راحت للكلاينت، كل ما حد بيعدي بيبقى ايه ده انا عندي زي دي، يعني انتوا ازاي بتعملوا الافكار دي، ازاي بتفكروا فيها؟ وفي عندنا تري كده معموله بكوينز، فبرضه كل الناس ده احنا عندنا شنطه مليانه كوينز قديمه انتوا ازاي فكرتوا؟ فهي بندي برضو افكار للناس ازاي تستغل الحاجات اللي عندها. ممكن يستغلوا الحاجات اللي عندهم، ده شيء لطيف يعني. اكيد. ودي الترابيزات المعموله بالخشب. دي كلها اغصان رفيعه مربوطين في بعض. ولازم الغصن طبعا تتاكدي ان هو سليم ما فيهوش اي مشاكل، غير كده لازم يتعالج عشان يبقى يفضل سليم وما يبقاش وعشان يعيش كمان. بالظبط. ودي ترابيزه هي في الاصل من خشب الباليتات. قطعتي الباليتات بتاعت الالوان؟ لا، باليتات بتاعت الشحن. بتاعت الشحن، انا افتكرت الباليت بتاعت الالوان. لا، ومعمول جواها موزايك بالصدف وقواقع. وبيتحط لها ازاز طبعا. ودي كراسي برضو معموله من الشمس. دي كراسي، دي ده مثال لحد كان طالب مني حاجه بناء على صوره كان شافها في حته تانية خالص. ممكن بتقطعي الخشب وتعمليه كده ولا لا؟ التقطيع الكبير طبعا بيبقى محتاج ورشه. فبروح لناس نبتديهم الديزاين هم بيعملوه. يعني بنقف كتير وبنقعد حاجات بتبوظ اكيد كتير نحاول ونجرب. اكيد ودي حاجات ممكن صعب برضو ان احنا نكررها لان ده كان غصن واخد شكل هو دي لوحدها كده يعني. يمكن عملنا لها بس واحده تسبورت لكن كان هو شكله كده فعلا. ده وايه اللي فوق على الشابو؟ دي حاجة اسمها رافيا كده بتتباع، هو زي ورق رفيع صغير واحنا جمعناه وعملنا بيه الشكل ده للشابو. زي الخوص شوية. زي الخوص بالظبط، شرايط رفيعة كده. دايما بتستخدم في الورد. ده برضو حبينا ندخل الازاز اللي هو المعمول يدويا. ده اللي بيتباع في الحسين وفي الاماكن دي. بالظبط كده، فعملنا منه الاباجورات دي. بيبقى شكلها لطيف جدا في الحقيقة. حلو قوي، دول ده حلو قوي السيت دي برضو. حلوة جدا.
ده كله دي ممكن ينفع في جاردن ممكن بالظبط وكلها هاند بينتد دي حلوه قوي. والميزه فيها ان هي تبقى ديورابل كمان يعني مش شرط يعني مش اللي هي هتتحط في جنينه وتتبهدل وتبوظ لا ان هي تستحمل بالظبط تستحمل كتير. دي كمان برضه غريبه عن المكان بتبقى جزء بتحس من ان هي جزء من الطبيعه بالظبط كده. ودي اللي حضرتك عملتيها صح بالظبط حلوه احلى حاجه ميرسي ربنا يخليك انا بقول كده برضه ميرسي جدا. طيب ودي ايه؟ ودي صينيه كانت متعلقه في جراج قديم وكانوا بيتخلصوا منها اللي بيتحط عليها المفاتيح الكتيره. اوكي فطورتها. انت اخذتيها وعملتي عليها عملت إيه؟ سيراميك. سيراميك يعني السيرفيس بتاعها كله سيراميك وعملت لها ستاند بقت ترابيزه حلوه قوي. ودي طبعا ترابيزه برضو بالديزاين تاني برضو الشجر. بالظبط. يعني دي فعلا احنا كنا شفنا الجزء ده من الشجره وجات لنا الفكره من فهو يعني كانها بتبقى حاجه بتكلمنا اعملوني كده خدوني خدوني هيرموني كان فعلا هيرموها حقيقي يعني دي قطعوها اصلا كانوا هيرموا الجزء ده احنا بصينا عليه احنا الاثنين ودايما بتبقى الافكار يعني بنفكر في نفس الحاجه في نفس الوقت فنبص للحاجه كده ونبص لبعض فبنبقى خلاص لازم هناخدها يعني. هو بمجرد ما حضرتك تبداي خلاص تدخلي بقى في الاعمال الفنيه وان انت تعملي حاجات بايدك خلاص عينك بقت بتشوف دايما الحاجات اللي يعني هي كانت طول عمرها تالنتد في كده انا ما كنتش بس بقيت يعني بقى ليكي العين بتاعت الفنان اللي هي تقدر تشوف حسيتي بمشاعر ساره واللي كان بيحصل وقد ايه كان بيحصل زمان بالظبط. لا يا ساره دي دلوقتي دلوقتي ساره انت بهدلتي الدنيا والله دلوقتي حتى كراتين البيت طب عايزه منها ايه يعني يعني هي وصلت لكده كان زمان وهي صغيره طبعا بدايتها كانت كده كرتونه بيت فاضيه يعني حاجات دي الورد وورد كل حاجه حاجات جميله جدا. طيب عايزه اعرف ايه العقبات واجهتكم يعني من اول ما بداتوا البروجكت لحد دلوقتي وازاي بتقدروا ان انتوا تتغلبوا عليها يعني وبعد طبعا معرضين ودلوقتي الناس عرفتكم اكتر ايه المشاكل اللي اتحلت وايه المشاكل اللي لسه موجوده؟ هو من ناحيه البرودكتس نفسها المشاكل اللي بواجهها دايما لازم اقول ان اكتر اثنين بيساعدوني في اني احل المشاكل وافكر في افكار جديده هي مامي طبعا وجوزي دايما هو بيحب يقعد يفكر معايا ويساعدني في لما بقف في حاجه مش لاقيه لها حل. ومن الناحيه الثانيه المشاكل بتبقى اولادك على فكره كمان واولادي طبعا مايا لازم بتساعدها والعرب ايدوا افكار وبيساعدوني احنا نشوف فنانين بقى تانيين طبعا اكيد جنريشن طالع بقى فنانين صغيرين بالظبط. ومن الناحيه الثانيه طبعا اني اوصل يعني في مرحلة التنفيذ اني اوصل الفكرة اللي انا عايزة لما بستعين بمتخصص يعني اني اوصل الفكرة دي للمتخصص وتطلع زي ما انا عايزاها بالظبط ده بياخد وقت ومجهود. وانا شايفة ان برضو يعني هي من ضمن العقبات بس ان شاء الله هتتحل يعني ان احنا طبعا هو المسؤولين كلهم في الاول يومين او طوال فترة المعرض بيجوا يزورونا مسؤولين من وزارات كتيرة جدا جدا ومعجبين جدا بشغل الناس كلها وكده بس برضو لسه بتواجهنا مشكله الانتشار يعني احنا بالنسبه لنا لسه ما فيش مكان مخصص وحابين طبعا ان شاء الله على المستقبل القريب هيكون في مكان وطبعا انتشار داخليا وخارجيا ده حلم من احلامنا يعني ان شاء الله بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق والنجاح وبنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده وعلى الاعمال طبعا اللي شفناها وحاجه بجد مشرفه جدا وحاجه يعني انا بالنسبه لي ان هي عجبتني جدا خصوصا حاجات الخشب طبعا الشجر عجبني انا بحب ميرسي بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده استاذ ايمان الحريم مؤسسه مشروع دريم كاتشرز شكرا ليكي ساره شاكر مؤسسه مشروع دريم كاتشرز شكرا ليكي يا ساره وبشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا بس لسه مكملين معاكم واقف كرات مع رك سعيد.